فاش كتخرج الشارع يقد يخسر عليك ابسط كلمه، يقول لك وراك كتخلص. كلشي كيكبر بيك، كلشي كيعلي بيك، كلشي كيعطيك قيمه في مواقع التواصل الاجتماعي. تديباسي ال 25 سنه فما فوق ما كيبقاش عندك خيارات، كتولي انت انك مجبر العمل اللي غتلقى قدامك، فانت يا خصك تدخل تونجاجا فيه. يخدم في النظافه كيكون واحد شويه د الحشومه، كيكون واحد شويه تخوف، ما كيكونش عنده ديك الجراه انه يخدم قدام الناس. هذه السلام عليكم، معك عماد حميد، 35 سنة، عامل نظافة في مدينة مكناس، رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لعمال وأطر مستخدمي شركة النظافة بحمرية، وعضو في جمعية الصحة والسلامة، وهي جمعية شراكة ما بين ألمانيا والمغرب. باش دخلت لهذا الميدان ديال النظافة، هي صراحة كما تنقولوا، أنت أخي كتعرف مدينة مكناس، مدينة مكناس يعني فرص الشغل يعني ما كايناش بكثرة، يعني باش يبقى لك عدة مجالات باش تختار ما بين هذه وهذه، وحتى أن حكم الدراسة الإنسان ما تيقراش لواحد النيفو لواحد المستوى اللي هو كبير. الحمد لله شاءت الأقدار أننا باش نخدموا في النظافة، واللهم لك الحمد عليها. هذه المدة دابا تقريبا ديال 10 سنوات والحمد لله. هي في الاول كاي شاب مكناسي او مغربي، نكونوا كنهضروا بصراحه، فاش كيسمع انه يخدم في النظافه كيكون واحد شويه د الحشومه، كيكون واحد شويه التخوف، ما كيكونش عنده ديك الجراه انه يخدم قدام الناس. هذه من بعد انك فاش تتعود وكتولي تخدمها بواحد الحب، كجميع يعني الخدامين اللي كاينين كاع في الارض، كاين نجار، كاين سدور، كاين خدام في كابلاج، كيف فهمتي؟ يعني عادي كتخدمها كجميع المهن اللي موجودين. لا، قله فرص الشغل هي اللي كتحتم على الانسان انه باش يدخل لواحد الميدان مجبر. لحقاش فاش كتوصل تديباسي ال 25 سنه فما فوق ما كيبقاش عندك خيارات، كتولي انت انك مجبر العمل اللي غتلقى قدامك، فانت يا خصك تدخل تونجاجا فيه. الا بقيت تنذكر في 2012 في اول ممارسه ليا، اش نقول لك، تعطوني شي حوايج انني نخدمهم ما كنتش متعودهم، كيف انا كيف باقي الزملاء اللي كانوا كيشتغلوا معايا. جاني داك الشيء غريب، باش انك تولي اول حاجه كتولي ملتزم بالوقت، كتولي تفيق في الصباح بكري، كتولي انسان اداري، كتولي انسان كيما مسؤول، يعني فاش كيحطوك في واحد البلاصه كتولي انت كريسبونسابل على داك المكان، خصك انك باش تنقي داك القنت تولي، ومن بعد كتولي توالف داك الشيء وكيبقى يجيك عادي شي حاجه اللي هي عاديه. النظره ديال الناس بالنسبه لعامل النظافه عموما اخي، ماشي واخا ما نكونش انا خدام في هذا الدومين، النظره ديال الناس عامل النظافه ما نكونوش نكذبوا على راسنا. باش نقول لك الصراحه، شي عبر مواقع التواصل الاجتماعي احنا راه حنا ملوك، احنا راه كنبانوا شي حاجه اللي ما كتصورش. كلشي كيكبر بيك، كلشي كيعلي بيك، كلشي كيعطيك قيمه في مواقع التواصل الاجتماعي، اما في الواقع فالعكس اخي، الا من رحم ربي. الا جينا نفتحوا داك القوس راه لا اله الا الله محمد رسول الله. على برا بالنسبه للعلاقه ديال العامل النظافه بالمواطن كارثه عظمى. تلاحظوا بان قله الوعي اللي عند اكثريه ديال الناس، والدور ديال الجمعيات المجتمع المدني لان باش خصها توعي المواطن، وكيفاش انه الطريقه باش يرمي النفايات، وكيفاش الطريقه اللي يتعامل مع مثلا على النفايات الطبيه، وزيد عن ذلك بزاف ديال الامور. كنلقاو بانه فاش كتخرج الشارع يقد يخسر عليك ابسط كلمه، يقول لك وراك كتخلص. ايه كنتخلص باش نحافظ على المدينه ديالي، انت راك واحد جزء منها، حتى انت خصك تساعدني. انا لو كنت نتخلص راه خصني نتخلص على الفياق بكري، على ديك الروائح اللي كنشم، على الشكا طيح عليا وانا خدام ومنها ليا نيشة مباشرة، على الشمس، على العطش، على الصيام وانت خدام، على الثقل، هذا الشيء تنتخلص عليه. اما الا جيتي بداك المفهوم ديال كنتخلص على ديك الكميه اللي كنهز، فهذا راه غلط، وهذا هو المشكل اللي كنلقاو مع مجموعه ديال المواطنين. الحمد لله، باش نكونش كنكذب على راسي، الصعوبات اللي هي كاينه انا كنشوفها صعوبات وحده، الرجال ما كتقهرش،
الرجال مهما انها كتخرج الصباح فهي كتضحي بذاك النهار باش انها تضرب ثمره وغادي تتقاضى عليه واحد الاجر. اللي كيقهرني او اللي كيقهرنا حنا كمجموعه ديال العمال هو الاقصاء التام لعمال النظافه داخل مدينه مكناس. يعني كاين واحد الاقصاء على جميع المستويات، كاين اقصاء تام، وهذا هو اللي تيضرني وهذا هو اللي تيغيظ اللي تيغيظني الحال فيه، لا من مجلس المدينه لا حتى من الشركات. يعني الشركات كاين واحد الاقصاء، يعني عميل النظافه كيتسمى يعني كيخليوه محدود ما بين فيق في الصباح سير تخدم سير بحالتك لداركم اجي لغد ليه، يعني ما كيخليولوش واحد ليسباس بانه يشتغل في مجالات اخرين داخل القطاع ديالو، كمثلا جمعيه الاعمال الاجتماعيه، كمثلا يكونوا دورات تكوينيه. يعني عامل النظافه راه ماشي هو ذاك الانسان اللي خصو يخدم ويمشي بحالاته، كاين مجموعه ديال الامور انه هو محروم منها، يعني ما محلولوش الباب، وديما كيكون اقصاء تام ديالو. الا جينا نشوفوا اخي واسمح لي على هذه نرجعوا شي شويه غير في ايامات كورونا، كان كلشي كيحتفي برجال الشرطه، بالوقايه المدنيه، بالدكاتره او بالناس ديال الطب، ولكن عمال النظافه كان التكبير ديالهم وكان التشريف اللي شرفوا به هو انه في الجداريات على الاقل انهم رسموه، اما من ناحيه الماديات ديما كاين اقصاء واقصاء تام لهذه الفئه الهشه. بكل صراحه كما قلت لك في الاول، هي قله فرص الشغل هي اللي كتخليك متشبت بالعمل ديالك. وثاني حاجه فاش كتكون كتخدم في شي ميدان وكتكون كتخدم باخلاص كتولي كتحبو بالقلب ديالك، ولا حبيتي بالقلب ديالك كتطمح انك توصل لاهداف فيه. يعني انا كما قلت لك هذا الدومين هذا بديت فيه مع مجموعه ديال الناس اللي عندهم مجموعه ديال التجارب اللي الحمد لله استفدنا منهم وعرفنا مجموعه ديال الامور، وانت كتشاهد راسك كتطور من نفسك، كتحاول انسان انك تضيف شي حاجه في ذاك الحاجه اللي يعني في ذاك الدومين اللي انت فيه. مثلا النجار راه كيبتكر واحد الزخرفه خاصه به، مثلا الصباغ راه كيبتكر بواحد الطريقه باش يخدم بها، انا رجل نظافه كنبتكر مجموعه يعني نحاول نبتكر مجموعه الامور اللي ما كانوش سابقا في الميدان ديالنا. يعني كان الى جينا نقول لك مثلا عامل النظافه يولي ولادو يمشيو للمخيمات الصيفيه، او عامل النظافه يوليو مثلا كيدير له محاربه الاميه، يعني كاين مجموعه ديال الحوايج ما كانوش، تتحاول انت تضيفهم في هذا الميدان هذا اللي كنقول لك مجهود ما كيكونش فردي، يعني مجهود ديال مجموعه ديال الناس، يعني باش يمكن لك تجتهد وسط هذا الدومين هذا. كاين مجموعه ديال الحوايج خصهم يداروا، تيخص غير العزيمه والاراده ويكون المعقول هو الاساس. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.